السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ مكملين ان شاء الله في السلسلة بتاعة الكونكريت كفر للعناصر الإنشائية المختلفة. اتكلمنا في الفيديو رقم 1، قلنا ان احنا عندنا عدد من الفونديشن اللي هو الفوتينج، وقلنا انواعهم، قلنا الكونكريت كفر تمام فيهم. وعندنا كمان قلنا في المحاضرة رقم 2 اتكلمنا عن الكونكريت كفر في الاستراب بيم. المحاضرة رقم 3 بقى هنتكلم في الفيديو ده عن المات فاونديشن او الرافت بشكل خاص. يعني الرافت فاونديشن، احنا في الفيديو رقم 1 قلنا ان الكفر الخرساني من 5 سنتي لـ 7 سنتي. 5 سنتي لو التربة بتاعتنا كويسة وزي الفل ومفيش مياه جوفية، 7 سنتي لو في مياه جوفية. هنا في الفيديو ده انا حابب اتكلم عن الرفت، بس لسبب ان انا شفت معلومة بتقول ان الكفر في الرفت بيكون 75 ملي، يعني 7 سنتي ونص. فعشان كده حبيت ان انا اطلع في الفيديو ده مخصوص اتكلم عن الرفت، واقول ان الكفر في حالة الرفت او المات فاونديشن حسب ما تسموها بيكون في حدود 7 سنتي ونص. ده شكل الرفت يا جماعة. دي رفت شايلة كمرات، والكمرات شايلة أعمدة زي ما احنا شايفين. مش الكمرات شايلة أعمدة، يعني في رفت دي طالع منها شايلة الأعمدة طبعا، وشايلة كمان كمرات مقلوبة زي ما احنا شايفين كده تمام. دي بيسموها سلاب بيم رافت فاونديشن. بتكون يعني احنا لو بصينا على الصورة دي، رافت فاونديشن دي شايلة الأعمدة مباشرة، الصورة دي شايلة الأعمدة مباشرة، لكن دي شايلة الأعمدة. شوف لما تبقى شايلة الأعمدة بيبقى اسمها فلات سلاب. طيب رافت فاونديشن لما بتكون شايلة بيمات بتكون اسمها سلاب بيم. طيب رافت فاونديشن تمام. يعني أنا بعتذر إن أنا قلت الأعمدة شايلة الكاميرات شايلة الأعمدة. هي مش كده، هي الرفت شايلة الأعمدة وشايلة كاميرات، يعني الرفت شايلة العمدان وشايلة الكاميرات. فأنا بعتذر يعني إن أنا قلت كده، ده يعني إيه، الكلام مش مظبوط. بقى دي فلات سلاب رفت فونديشن. دي سلاب بيم رفت فونديشن. دي فلات سلاب رفت فونديشن. بس الكفر في الرافت فاونديشن اللي اتكلمنا عنها دي بيكون 75 ملي. كده هنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بننزله. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، لو شايف ان انت بتستفاد منه، لو حابب تضيف اي حاجة في الكومنتات اكتبها، لو حابب تسأل على أي حاجة اكتبها في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.